واضح كده ان الكوارع ما عملتش حاجه خالص. كوارع ايه؟ دي اكل، دي شوربه. اربعه كمان يا عم عبدو. اربعه ايه وال15 رغيف اللي قدامك يا سمر؟ انت بتبص لي في غمه ولا ايه؟ ولا انت شكلك بخيل ولا ايه؟ لا 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 بخيل ايه، خلاص يا عم عبدو خلهم 8. ايوه كده. كل سنه وانت طيبه. ايه ده؟ انت عارف مين انا عيد ميلادي النهارده؟ ايه ده هو النهارده؟ لا بس انا يعني شايفاك صارف وجايب لي حواوشي وهدية. دي شخصيتك يعني؟ لا يا ستي دي تقدري تعتبريها بمناسبة عيد ميلادي انا. انت بقى بس متعود تجيبها ده في عيد ميلادك؟ لا 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 خالص والله، ده لسه اصلا في شهر مايو، لسه مش دلوقتي خالص. بس لو قابلت الهدية دي هيبقى النهارده. هو خلاص بقى النهارده. لا يا باشا انا ما بقبلش الماظ. الماظ؟ الماظ يا سمر. صراحة يعني ما تعودتش اخد هدايا من غير مناسبة. لا 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 في مناسبة طبعا يا سمر، امال ايه؟ تقدري تقولي المناسبة والأسباب إن أنا عايز أقابل الحاج والحاجة. إلهي يا شيخ يسد نفسك زي ما سديت نفسي. ده وقت تتكلم معايا في الكلام ده؟ أنت مش شايفني باكل؟ هو الجواز دلوقتي بقى يسد نفسي يا سمر؟ سمر أنت مش موافقة صح؟ مش موضوع مش موافقة يعني يا حاتم، بس أنا أهلي طول الوقت شايفيني اختياراتي غلط. وأنا دلوقتي بحاول أثبت لهم إن أنا اختياراتي صح. ممكن بس ناخد وقتنا شوية؟ يا ستي ماشي لو كده نصبر شوية، بس عايز أقولك على حاجة، الاختيار صح على فكرة. على حسب هتاكل كام سندوتش؟ كل. لا هاكلهم كلهم بقى لو كده أهو. يلا بينا. يا بق واحد. بق واحد يا سمر. واتش إت.